أقول لهم عيدكم مبارك سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نود أن نشكر التلميذات على كلمتهم الطيبة في حق الأساتذة، وأتوجه إلى زملائي وزميلاتي الأستاذات والأساتذة بالشكر، وأتمنى لهم سنة دراسية موفقة. يا ولدي لي أملي وابدأ مني من ناديك، عزمات الجد تناديك، ومراقي الهمة والفهم جاءت للشوق تحييك، أهلا بك في النادي عزمات الجد.